السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ فتحي في هذا الفيديو رقم جوج من الدرس ديال لي زيشونج اكستيريور، تخوازيام بارتي من المادة ديال ليكونومي جينيرال اي ستاتيستيك، دوزيام اني باكالوريا سيونس ايكونوميك و سيونس دو جيستيون كونتابل، وكذلك المترشحون الأحرار. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا واحد الريجيم كوميرسيال اللي هو العكس ديال داكشي اللي شفناه في لا فيديو ديال البارح، à savoir le libre-échange. Alors, dans la vidéo de l'hiver, nous avons vu le protectionnisme. Nous avons vu que c'est un tijari qui est en train de se faire le manjouj l'ouatani. Mais d'abord, nous avons vu le libre-échange, yani le tabadul al-hur. C'est l'axe du protectionnisme. Alors, nous avons vu que tous les produits de l'eau, كذلك هي كتصيفط لي برودوي اللي عندها واللي كتنتج للدول الاخرى، يعني كتكون عند ناس كون ابل لي زيكسبورطاسيون لي زامبورطاسيون سون اوكان بروبليم. اذا نعطي واحد لا ديفينيسيون بالنسبه لو ليبر ايشانج. لو ليبر ايشانج اي ان ريجيم كوميرسيال، يعني هو واحد النظام تجاري بازي سور لابسونس دي بارير، هو واحد النظام اللي مبني على عدم وجود الحواجز في المعاملات التجارية ما بين الدول، afin d'encourager la circulation des biens entre les pays d'une manière libre. هادشي هذا كامل علاش كيديروه الدول، باش يتبادلوا فيما بينهم السلع والخدمات اللي عندهم بدون اي قيود، يعني بكل حرية. هو على داكشي تسمى libre échange، يعني التبادل الحر. alors هذا هو لو libre échange. دابا غادي نشوفوا بعض لي زابور ديال les économistes de l'école classique ou de l'école libérale, yani المدرسة الليبرالية. alors غادي نشوفو شنو قالوا لينا بخصوص لو ليبر ايشانج. غادي نبداو بادم سميث اللي جاب النظريه ديال لي زافونتاج ابسولو. alors هاد النظريه هادي شنو كتقول؟ تبعوا معايا. ان بيي ا انتيري ا سو سبيسياليزي دون لا برودكسيون دي بيان بور ليكيل سي كو دو فابريكاسيون سون لي بلو فيبل كا لترونجي. يعني واحد الدولة خاصها تخصص في الانتاج ديال واحد البيان، واحد البرودوي ولا واحد الشيء اللي التكلفة ديال الانتاج عند هاد الدولة هادي رخيص بارابور واحد الدولة خارجية. نعطيو واحد ليكزومبل، ناخدو مثلا عندي جوج ديال الدول بي ا و بي بي، وعندي ثلاثة ديال لي برودوي شوكولا ولي طوماط ولي شوميز. الوغ البي ا الشوكولا كينقم عليها بخمسة دراهم، بي بي كينقم عليها بعشرة دراهم. الوغ الشوكولا من الافضل ان البي ا هي اللي غادي تخصص فيه وهي اللي غادي تصدرو البي بي، يعني الشوكولا غادي تصنع في البي ا وغادي تصدر البي بي، وبيان سور غادي يبقى منه واحد لا كونتيتي البي ا، يعني البي ا ما غاديش تنتج لراسها بوحدها وما غاديش تنتج للدول الاخرى بوحدهم، ولكن غادي تنتج ليها والاخرين بحكم ان هي التكلفه ديال الانتاج كينقام عليها رخيص. بالنسبه لي طوماط في البي ا كل كيلو كينقام بجوج دراهم، في البي بي كل كيلو كينقام بثمانية دراهم. الوغ البي ا حتى هي خاصها تخصص في لي طوماط وتصدر للبي بي. غنشوفوا لي شوميز. بالنسبه لي شوميز كل شوميزه في البي ا كتنقام مثلا ب 80 درهم وفي البي بي كتنقام ب 30 درهم. اذا هنا بالنسبه للبي بي هي اللي خصها تخصص في الانتاج ديال لي شوميز بالنسبه ليها، وبالنسبه حتى للدول الاخرين، يعني غتصنع لهذوك لي كونسوماتور ناسيونال اللي عندها وغتصنع باش تيكسبورتي للدول الاخرين بحكم ان التكلفه عندها طايحه. اي امبورتي سو بور ليكيل سي كو سون لي بلو الفي. اذا هنا هي غادي تصدر هادوك لي برودوي اللي كينقامو عليها رخاص، وغادي تستورد هادوك لي برودوي اللي كينقامو عليها غاليين. هذه هي لا تيوري دي زافونتاج ابسولو ديال ادم سميث. بالنسبه لا تيوري ديال دافيد ريكاردو اللي هي لا تيوري دي زافونتاج كومباراتيف، سي ان بي نو ديسبوز اوكان افونتاج ابسولو il doit se spécialiser dans une production où il a le minimum de pertes. دابا تخيل معايا واحد جوج ديال الدول، الدوله الاولى كاع لي برودوي كاملين عندها غاليين بارابور الدول الاخرين، راه حتى هي خاصها تشارك في التجاره الدوليه على حسب النظريه ديال دافيد ريكاردو.
غتقول لي كيفاش هي واحد البرودوي غادي ينقم عليها غالي، يعني غادي تخسر فيه بزاف، يعني كيفاش غادي تنتجو وهي كينقم عليها غالي. الوغ هنا دافيد ريكاردو شنو قال؟ قال لك بلي خاصها تختار هادوك لي برودوي اللي كينقاموا عليها بواحد الخسارة اللي هي قليلة، يعني هي الخسارة كاينة كاينة، ولكن غادي نشوف المنتجات اللي غادي يطيحوا عليا بأقل الخسائر الممكنة. إذا هذه هي النظرية ديال دافيد ريكاردو، لا تيوري دي زافونتاج كومباراتيف. دابا غادي نشوفوا لي زافونتاج ولي زانكونفينيون ديال لو ليبر ايشونج. بالنسبة لي زافونتاج، الدول كتستافد من تقنيات جديدة، بحال مثلا واحد لا ماشين تنتجات في لاشين، الوغ حنا نقدروا نستوردوها في اطار التبادل الحر، يعني حنا كنستافدو من لونتري ديال لي تكنولوجي جداد. شوا لارج بور لو كونسوماتور، الوغ العكس ديال لو بروتكسيونيزم. لو بروتكسيونيزم من بين لي زانكونفينيون ديالو كنا شفنا باللي عندنا واحد لو شوا ليميتي بور لو كونسوماتور. دابا العكس، دابا لو ليبر ايشونج مع الدخول ديال المنتجات الجديدة من على برا غادي يخلي الكونسوماتور عنده واحد لو شوا لارج، يقدر يختار ما بين مجموعة ديال لي برودوي. وكذلك لاميليوراسيون دو لا كاليتي اي لا شوت دي بري، بحكم ان كاينه منافسه، غتكون لا كونكورونس، يعني المنتوج الوطني غادي اوتوماتيكمون خاص الشركه تحسنوا من لا كاليتي ديالهم الى بغاو ينافسوا هذاك المنتوج الخارجي اللي داخل عندهم البلاد. وكذلك لي بري حتى هما غادي ينقصوا، بحكم ان كاين مجموعه ديال لي برودوي بحال هذاك ويمكن حسن منه، وبالتالي الشركات الوطنيه ملزمين على انهم يقوموا بواحد لا بوليتيك دو بري اللي هي ريزونابل باش ما يخسروش لا بار دو مارشي. بالنسبه لي زانكونفينيون، اولا لا بيس دي روسيت فيسكال، بحكم ان لي دغوا دو دوان ما كاينينش، يعني هذوك الرسوم الجمركيه اللي كانت كتفرضهم ملي كان البروتكسيونيزم، دابا كاين لو ليبر ايشونج، البرودوي اللي بغى يدخل يدخل. الوغ يعني لي روسيت فيسكال، المداخل الجبائيه ديال الدوله كتنقص. فويت دي كابيتو، يعني كيخرجوا رؤوس الاموال، نقدر انا نمشي على برا نستثمر نهز فلوسي، نقدر مثلا نصيفط الفلوس بواحد لا كونتيتي كبيره لواحد الدوله، يعني في اطار التبادل الحر راه جميع لي بيان، يعني تو لي بيان ايكونوميك راه كيتصدروا وكيستوردوا، يعني راه عندنا تبادل حر. وكذلك كنلقاو لا ديبوندونس ايكونوميك، يعني التبعيه الاقتصاديه توجور في الاطار ديال التبادل الحر. شكون اللي كيستافد بزاف؟ كيستافدوا هذوك الدول القويه، قويه بيان سور اقتصاديا، وقويه بيان سور على جميع الميادين. اذا كنلقاو هذوك الدول الضعيفه ديما كيتبعوا هذوك الدول اللي هما قويين، وبالتالي هنا كنلقاو يعني هذه النقطه كانكونفينيون، كنقطه سلبيه في لو ليبر ايشونج. كان معكم الاستاذ فتحي، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا واستفدتوا من هذه لابارتي. على فيديو بروشان ان شاء الله.